السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا، ومع موعدنا المتجدد مع تفسير اسم من الأسماء. واسم اليوم هو اسم سندي في المنام، وأيضا سوف أقوم بشرح وما معناه في اللغة العربية وما معنى صفات حامل اسم سندي، فتابع معنا. أولا، ما معنى اسم سندي في المنام؟ اسم سندي في المنام يدل على الفرحة والسعادة والخير الوفير لصاحب الحلم، حيث أن هذا الاسم يحمل العديد من المعاني الجميلة الطيبة. وفي حال رأى الحالم اسم سندي في المنام قد يدل على الفتاة الجميلة أو الزوجة الجميلة، وعند رؤية المرأة الحامل اسم سندي في المنام يكون دليل على إنجاب فتاة حسناء يحبها الجميع إن شاء الله. وعندما ترى المرأة المتزوجة اسم سندي في المنام قد يدل على الهدوء والسلام النفسي الذي تعيشه المرأة. لذا فمن يرى اسم سندي في المنام فأنه يرى الخير والسعادة والتفاؤل والأمل في الحياة، وهو يدل على الرزق الوفير بالحياة، كما أن هذا الاسم في الحلم يدل على الفرحة. وبعد أن تعرفنا على معنى اسم سندي في المنام، دعونا نعرف ما معنى اسم سندي في اللغة العربية. اسم سندي هو اسم علم مؤنث، وهو اسم أصل يوناني، ويعني المتوهجة والمتألقة، ويقصد به الفتاة المميزة والجميلة التي تمتلك أنوثة رائعة، كما أنها تتميز بإطلالتها الرائعة التي تجذب كافة الأنظار. والآن، ما هي صفات حاملة اسم سندي؟ سندي فتاة شديدة الجمال، كما أنها لها إطلالة وجاذبية خاصة لمن حولها. تعشق الموضة والتسوق، كما أنها فتاة أنيقة تهتم بمظهرها الخارجي. هي أنثى نشيطة ومقبلة على الحياة، وتتمتع بخفة الظل وروح الفكاهة. سندي فتاة محبوبة من الجميع، سواء من أصدقائها من أفراد عائلتها، لأنها متفائلة وتبعث روح الأمل فيهم. هي فتاة ذو قلب طيب وحنونة لمن حولها، تحب أن تقوم بمساعدة الآخرين وتقف بجانبهم في الأزمات والمشاكل التي يعانون منها. فتاة رومانسية، كما أنها تعشق قراءة الروايات. تعشق الموسيقى وتحب الرسم، لأنه هو الذي يخرج كل طاقاتها. عندما تحب تخلص للشخص الذي تحبه. هي فتاة غامضة كتومة، لا تحب أن تخرج ما بداخلها. تحافظ على أسرار أصدقائها، لذلك يحبونها بطريقة كبيرة. رقيقة وحساسة، ولا تحب أن يراها أحد وهي تبكي. سندي منظمة، وعندما تقوم بعمل شيء لابد أن تلتزم به وتنهي هذا الشيء في موعده المحدد. لا تحب النميمة والصرصرة، كما أنها قليلة الكلام. عندما تصبح أم سوف تكون أم محبة لأطفالها، وتخاف عليهم من أبسط الأشياء. تحب الخير للآخرين، كما أنها فتاة صريحة، وتحب أن تقول الحق وإن كان هذا القول يعرضها للخطر. فتاة ذات شخصية قوية، وترغب في أنها تكون مستقلة وحرة في تصرفاتها. سندي ذات شخصية اجتماعية، تحب التعامل مع الآخرين، وهي مصدر السعادة بالنسبة لها أن تبعث الراحة لنفوسهم. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم ما نقدم من أحلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.